لا تتوقع أن الإنسان يخلو من المشاكل، ولا تتوقع أن الحياة تخلو من المصاعب والحوادث والبلايا والرزايا. مع احترام اللي يفكر بهالطريقة هاي فهو يعني مغيب عن الواقع، لكن من يتوكل على الله ومن يتق الله لا يلتفت إلى كل تلك المشاكل. أقول لك بكل صراحة، بعد كل حزن يوما ما سيأتي الفرح، وبعد كل ألم وشدة يوما ما سيأتي الفرج.